بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حلوة يا بلدي، حلوة يا مصر، حلوة بتاريخك بنيلك بشعبك. النهاردة طبعا أول حاجة بنتقدم بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. طبعا سيادته أصدر توجيهات للحكومة غاية في الأهمية، بدايتها أن الحد الأدنى للأجور بقى 2400 جنيه مكان 1200 جنيه، وكذلك ارتفاع نسب المعاشات بنسبة 13%. طبعا كل ده في صالح المواطن وفي صالح ان احنا اتحملنا التنمية اللي كانت بتحصل علشان نقدر نوصل ل 2030 بإذن الله كلنا متجمعين. طبعا انا في بداية الحلقة بتقدم بالدعاء للأستاذة نعمة خليل زميلتنا اللي قامت بإجراء عملية جراحية منذ يومين، إن ربنا يشفيها، وطبعا نجمنا المبدع محمد هشام إن ربنا يا رب يقومه برضه بالسلامة لأنه كان تعبان اليومين اللي فاتوا، ومعرفش الاستاف بتاعنا كله تعبان، فربنا يا رب يشفيهم جميعا ويقومهم بالسلامة. طبعا هنبدأ حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأول حاجة النهاردة هنبدأ بيها ست الدار اللي قامت بافتتاحه السيدة الدكتورة منال عوض محافظة دمياط في حضور أمين عام المرأة بمحافظة دمياط، وكذلك الأستاذة إيفلين متى عضو مجلس النواب. نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. معرض ست الدار دي تاني معرض نعمله ضمن مبادرة ست الدار اللي منظمها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة وبالاشتراك مع اليو ان وومن الأمم المتحدة للمرأة. معرض ست الدار هدفه في الأول وفي الآخر ان احنا بنساعد الستات ان هي تشتغل علشان خاطر تنتج وتبدع، وفي نفس الوقت نساعدها ان هي تسوق انتاجها. ده تاني معرض بنقيمه بمناسبة هدايا عيد الأم، وإن شاء الله في معارض تانية كتيرة بمناسبات مختلفة. احنا حاليا بنعد المعرض هيكون في رمضان، وإن شاء الله تشاركونا وتشرفونا بالحضور. احنا بندعو كل أهل دمياط إن هم ييجوا ويساعدونا، يساعدوا الستات ديت من خلال إن هم يشتروا منتجاتهم، لأن احنا عندنا منتجات عالية الجودة وفي نفس الوقت ليها سعر تنافسي. النهاردة في الاحتفالات بالمرأة المصرية وفي محافظة دمياط احنا بنشهد معرض للأشغال اليدوية، وطبعا دمياط مشهورة بالأشغال اليدوية الجميلة، ودايما دمياط منتجة، وسيدات دمياط دائما عندهم مهارات فنية متعددة في الشغل اليدوي طبقا لطبيعة البلد بتاعتنا، بلد هادية وعندنا رؤية في الحاجات اليدوية وتنسيق المنازل، فبنضيف عليها بعض الأشياء. فإحنا بنتمنى أن المعارض دي يكون ليها منافس بيع دائمة عشان نشجع الشباب اللي بيشتغلوا فيها في المحافظات، خاصة بعد ما عدم وجود وظائف بشكل رسمي في الجهاز الوظيفي للدولة. فأنا بشجع دايما أن البنت تشتغل شغل يدوي، بينمي من مهاراتها وبينمي من قدراتها وبيخليها عندها الوعي التام بالمعاملة مع الآخر وذوق الآخر، وإنها زي تغير من إمكانياتها وتطور من نفسها، وهو ده اللي مطلوب في الفترة اللي جاية. إن شاء الله كل مرأة وكل أم وكل أخت وكل سيدة وكل ابنة وكل زوجة بخير، وكل سنة وانتم طيبين. بنرحب بيكم في دمياط، بلد السيدات المهيرات اللي أنا بعتز بيهم وبعتز جدا إن أنا واحدة منهم. برحب بيكم في المعرض بتاعنا، معرض ست الدار اللي فيه كل مجمعين، يعني هم طبعا مش كل المهيرات بتوع دمياط مشاركين في المعرض، لكن مختارين نخبة من الإنتاج المختلف الموجود عندنا. الحقيقة الستات الدمايطة وارثين المهارة دي من جداتهم، احنا طول عمرنا الست الدمياطية ست شاطرة، ست مجتهدة تعرف ازاي تقوم بواجبها ناحية بيتها وناحية أولادها، وده في سياق احتفالنا باليوم المرأة المصرية اللي هو بيوافق يوم 16 مارس، اليوم اللي الست المصرية خرجت فيه في المظاهرات سنة 1919 تنادي برحيل الإنجليز عن البلاد بقيادة الدكتورة هدى شعراوي، واستشهد فيه سيدات كتير. بنعتز جدا بيوم المرأة المصرية لأنه بيمثل قد إيه الست المصرية مهتمة ببلدها، وست ما بتستكنش ولا بتقعد أبدا ولا تستكين ولا في حاجة ترجعها عن إنها تقوم بدورها تجاه بلدها وتجاه ولادها. فخورة جدا بالمرأة المصرية، تحية للمرأة المصرية والمرأة الدمياطية في كل زمان ومكان.
هدير المصري، شغاله في مجال الهاند ميد عامه، بشتغل شغل كروشيه وحاجات بالجوخ زي دي كده، وبعمل انشطه مدرسيه. هي الموضوع عندي في البدايه كهوايه، وبدات ان انا انميها اكتر واشوف برضو فيديوهات على اليوتيوب. اشتركت في حاجات كتير بعدين لما سمعت عن المبادره اشتركت فيها، وانا شايفه ان هي طبعا حاجه كويسه انها بتمكن المراه اقتصاديا بالمعارض واللي احنا وطريقه التسويق والتدريبات تبع الامم المتحده كنا مشتركين فيها في مبادره ست الدار. عرفونا ازاي اللي احنا نقدر نسعر منتجنا، اللي احنا نسوقه ازاي. طبعا ده فرق معانا جدا اللي احنا في الحاجات دي. بدأنا اللي احنا برضو ننزل معارض اكتر وبنشتغل بقى، ويعني عايزين شعب دمياط كله يجي ويشوفنا وينورنا ويشتري من منتجاتنا ويشجعنا، لانه يعني منتجاتنا متقونة احسن من الصيني بكتير. يعني في حاجات كتير كفاية انها معمولة بالايد ونبع من القلب، يعني المجهود وده نبع من القلب. فبنتمنى ان المعرض ينجح اكتر طبعا، وانتم منورنا، وان الشعب الدمياطي كله يجي ويشرفنا ويشتري من منتجاتنا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير. طبعا حاجة مشرفة جدا، وطبعا معرض مهم جدا، كان كل فئات الشعب بتمثله، سواء من بداية من السيدة محافظة دمياط الدكتورة منال عوض ورئيسة المركز القومي للمرأة بدمياط، والأستاذة فيلين متع عضو مجلس النواب، كلهم طبعا بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأم، كل سنة ومصر بخير. طبعا احنا النهاردة لازم نتكلم عن المشروعات اللي بتتم داخل محافظة دمياط. طبعا كانت شركة المية بتمد وبتغير وبتعمل احلال وتجديد لشبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، وطبعا ما ينفعش ما نوصلش للمهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط. طبعا عملوا عملية احلال وتجديد كبيرة جدا. معلش، هو شعب دمياط متحمل اليومين اللي فاتوا جزء كبير جدا من وقف مرور كامل، بداية من الشعرة لحد باب الحرس. طبعا هم بدأوا من يومين تقريبا عملية الرصف أجزاء معينة في الطريق، وبإذن الله خلال أيام هنكون انتهينا من المرحلة الأولى. وطبعا لازم هنتواصل معانا مداخلة مع المهندس محمد عسل. إزاي حضرتك يا باشمهندس؟ يا حبيبي كل سنة ومعليك طيب ومصر كلها بخير يا حبيبي. وحضرتك بألف خير يا رب، منورنا دايما. استعدادات شركة المية لشهر رمضان المبارك؟ والله الحمد لله احنا دايما بنحاول ان احنا نتأكد على صيانة شبكاتنا ومحطاتنا قبل بداية فترة رمضان، لان احنا في فترة رمضان اعمال الصيانة بتتم قبل رمضان، على اساس ان احنا نكون مستعدين جدا ان الناس في خلال 24 ساعة تبقى المحطات والشبكات والمية وصرف الصحي كله، بحيث ان اهالينا كلهم يحسوا ما يشعروش باي مشاكل في مياه الشرب يعني او الصرف الصحي. حاجه ثانيه، انا اقول لحضرتك الف مبروك على الاحلال والتجديد اللي حصل من الشعرة لحد باب الحرس. والله يعني الحمد لله، حضرتك انت عارف احنا قد ايه عانينا الفتره اللي فاتت، وقد ايه كان عندنا ضغط شغل جامد احنا ومقاولنا قدها وقدودها يا باشمهندس، انت ورجالتك. رب الحمد لله يعني تمت المرحله الاولى على خير، وبنوعد اهالينا ان شاء الله ان المرحله الثانيه تتم زي المرحله الاولى ما عدت، وربنا يعيننا يعني دايما يا رب يا باشمهندس. طيب بالنسبه لمبادرات سياده الرئيس، ايه الخطه بتاعت شركه المايه؟ الحقيقه احنا يعني مبادره حياه كريمه لمركز كفر سعد، 28 قرية هيدخلوا الخدمة و219 تابع يدخل فيهم خدمة المية والصرف الصحي والتعليم والصحة والإسعاف والمستشفيات. الحقيقة إنجاز يحسب للدولة إن شاء الله، زي ما وعد سيادة الرئيس، ونوعد أهلينا إن احنا نخرج من الريف المصري بشكل تاني خالص، بشكل حضاري تماما، بشكل فيه كل الخدمات، ابتداء حتى ملاعب كوره، وحدات صحيه، كهرباء، غاز،
تليفونات، كل المرافق شغاله، وبالتنسيق مع لجنه حياه كريمه برئاسه معالي محافظ دمياط. والحقيقه احنا كلنا يعني بنسابق الزمن في كل المرافق على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بحيث ان قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يكون يعني بيخلص خلص الانجاز المطلوب منه. وباذن الله تعالى نود اهلينا ان احنا هنكون قد المسؤوليه ان شاء الله، وننفذ في الميعاد المحدد يعني. طب حضرتك المرحله الثانيه من الاحلال والتجديد هتتم برضه خلال شهر رمضان ولا بعد شهر رمضان؟ والله احنا المرحله الاولى هنقف يعني هنحاول في شهر رمضان يعني نلتقط شويه انفاس من 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 مننا، ونبدا بعد العيد باذن الله تعالى في المرحله الثانيه. لكن لان الرصف هيبدا لغايه المرحله الاولى لحد مدرسه التجاره اللي هم 3 كيلو ونص الاولانيين، وبعد كده احنا هنكمل ان شاء الله باذن الله يا باشمهندس. وبنتمنى لك دايما التوفيق انت وكل القيادات المحترمه اللي الشعب دمياط بيحبها بجد. يا باشمهندس محمد انا بشكرك وبتوجه لحضرتك بجزيل الشكر. شكرا يا باشمهندس. طبعا احنا دايما بيبقى عندنا اتصالات ناس بتكلمنا في مشاكل، احنا ما بنتاخرش عن اي حد ولازم نتواصل من اجل المواطن. ان كنا احنا النهارده بنقول حلوه يا بلدي صوت المواطن للمسؤول، فهي كذلك عين الحاكم، بمعنى ان احنا النهارده بنقدر نوصل اي مشكله نقدر نعرضها في اطار القانون ولا نتعدى القانون في ذلك، لان طبعا احنا اولى بينا ان احنا نحب بلدنا ونقول ان بلدنا دايما حلوه، حلوه بشعبها وحلوه بناسها. لازم نشيل التراب، والتراب ده مش هيشال من على بلدنا الا اذا كلنا اتكتفنا. طبعا اول تكاتف كان التنميه المستدامه اللي تبناها سياده الرئيس 2030 باذن الله، واللي يمكن بدات اول بوادرها ان سياده الرئيس اصدر تعليماته للحكومه ان هو يرفع المعاشات بنسبه 13%، وان هو اقل الحد الادنى للمرتبات 2400 جنيه. وكان قبلها اصدر قرار هو والحكومة إن إحنا جميع التعيينات اللي كانت قبل 2016 وعد عليها 3 سنين تثبت. طبعا كل ده بيثبت إن سيادة الرئيس مستجيب معانا ومع الشعب، إن هو بيشوف طلبات المواطنين إيه وبيدي تعليمات للحكومة إن هي تتفاعل معاها. وكان قبلها أصدر قرار بتأجيل الشهر العقاري لمدة 3 سنين. طبعا كل ده إنجازات تحسب لسيادته وبنشكره عليها. وطبعا في كم هائل من الرسائل وصلنا، طبعا احنا هنعرض منه جزء دلوقتي لناس اخد قروض، القروض ديت مش قادرين يسددوها، تعرضوا بشكل او باخر لموضوع مهمة جدا. طبعا هنعرض جزء وبعتذر للباقي ان انا ما اقدرش اعرض طبعا كل اللي جالي. احنا نقينا الحالات الحرجة قوي عشان تظهر قدام السادة المشاهدين، وطبعا احنا مش بنعرضها عشان حاجة، احنا بنعرضها عشان نقول لو حد قادر يساعد الناس دي واولها جهة الاقراض ياريت تساعدهم، لان طبعا دول واقعين في مشكلة كبيرة جدا. نطلع نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. بالنسبة للحلقة بتاعت البرنامج المرة اللي فاتت، في بعض من العملاء كانوا تواصلوا معايا للاستغاثة. الحالات دي حالات غير قادرة على السداد، ظروفها المادية معدومة تماما، وبحكم ان انا كنت شغالة 3 شهور المهام اللي انا كانت مطلوبة مني في الفترة دي هم كانوا عارفيني، فتواصلوا معايا لما شافوني عملت الحلقة في البرنامج وطلبوا مني الاستغاثة، لأن طبعا الناس دي ما فيش عندها مشروع، لا يوجد مشروع قائم وما كانش فيه زيارات، فطالبين مني أي مساعدة إن أنا أوصلهم للبرنامج، وبناء عليه إحنا نزلنا صورنا مع الحالات وهنعرض مشكلتهم للبرنامج. السلام عليكم، أنا حميدة أبو زيد شعبان خليل من عزبة البرج، ساكنة في المساكن. فاني كنت جايبة كارت من غير مشروع من غير أي حاجة، وبقى يجوا يبهدلوني وجابوا بقى يشتموني يهزقوني قدام الناس وقدام الرجالة وخلوا سمعته وحشة إن أنا طلعت حرامية.
ماشي. فاني ما عرفت ان استاذه مروه في الموضوع دول، اتصلت بها وقلت لها ايه، كلمتها قلت لها تعالي لي، فهي اجت تصور معايا. فاني عايزه فلوسي، فلوسي راحت، في سارقين نص الفلوس وطالبين مني كمان، عايزين 800 جنيه بس، انا مخلصه كل فلوسي ومش راضيين يدوني الحاجه اللي عندهم خالص. وليا بنت اخت في شطا برضو، واحده لمت بطاقتهم واخدتها، وموظفه واخدتهم واسمها رضا، وهربت واخدت كل حاجه اخدتها وهربت، والوقت هي ذنبها الوقت بتموت وهي تجيب فلوس من انت تدفعهم. وشكرا، سلام عليكم ورحمه. الوقت رضا بتاعت الكرد اخدت بطاقتي ونصبتها عليا وقالت لي انا هجيب لك فلوس من غير ما تتكلموا، من غير اي حاجه، انا عاوزه حد يجي يشوفني، ده انا ست كبيره ومقطوعه ومحدش بيحن عليها ولا اي حاجه، ربنا ربنا حنم الدنيا. ليه بقى الظروف دي هتضحك عليا ليه؟ وزي ما ضحكت عليا ضحكت على غيرها على غيرها على غيره، وعشمتني وضحكت عليا وقامت ماشيه وسايباني ليه؟ انا عاوزه بقى ربكم بقى ليا، ومنتوش مصدقيني تعالوا ابحثوا بنفسكم وشوفوا اللي انا عارف ازاي. بس انا مش عاوزه افتن من كده، انا بتذل اللي يديني لقمه، انا ولادي معايا بس زي قلته سايبيني وماشيين، محدش بيصرف عليا، اعمل انا ايه؟ اروح امد ايدي للناس ولا اسرق ولا اعمل انا ايه؟ انا ست كبيره عندي 55 سنه، ما عنديش قدر زي الاول، انا عاوزه بس تيجوا تشوفوني، مش عاوزه اي حاجه، تعالوا شوفوني وابحثوا عني انا قاعده شكلي ازاي. بس مش عاوزه اكتر من الكلمه دي، ميه بتشر عليا والدنيا مقلوبه عليا والسقف متطبق عليا وقاعده والسلم وقع عليا وماليش اي حد غير ربنا، لا بيت اهل ولا بيت راجل ولا اي حد في الدنيا غير ربنا هو اللي يساعدني. مني الفلوس وهي كانت موظفه في الكارد ونصبت على الكل، نصبت عليا وعلى غيره وعلى غيره، ولمت البطيء ومشت وما عادتش بينت خلقتها لحد، وكل ما يعرفش الا احنا، واخده بطيء المصنع واخده بطيء كل الناس ومشت وسابتنا. كنت جايبه كارد، طلع واحده موظفه من الكارد من بشاير وجتني وقالت لي هاتي بطاقتك نجيب كارد وهديك حلاوتك، مع ان ظروفي وحشه، خدت بطاقتي وجابت عليها الكارد وسدت قسط واتنين، وبعدين معرفش راحت فين، ولا كان جالي حد بزياره ولا اي حاجه، وقالوا لي فراخ وقولي بط وقولي مش عارفه ايه والكلام ده كله، فانا ما شفتش حاجه من ده كله. انا اتفاجئت وانا هقبض الفلوس، قبضتها واديتها لها وخدت الفلوس ومشت، بقت كل يوم الفضايح والدنيا مقلوبه عليها في الشارع، ويقولوا مالناش دعوه، هي مشت ويقولي ويقولي والكلام ده كله، وانا ما معيش مصروف على قدي، اضطريت ابيع حاجات من بيتي واتصرف، وبعت تقلبتي وبعت حاجتي وسطيت الكارد، ومش عارفه اعمل قفل ورطه من فادي، وبرده لسه مش عارفه خالص حل المشاكل يعني، وتصور برنامج، فطلبت منها تاخدني لانني مش عارفه اعمل ايه في الموقف اللي انا فيه ده، ومتبهدله خالص مش عارفه اعمل ايه، ولسه عليا قسط ما خلصتش برده من الكارد. بالنسبه للحلقه بتاعت البرنامج، طبعا زي ما حضراتكم شفتم المشكله اللي احنا بنعرضها، طبعا احنا بندي حق الرد مكفول للناس كلها في نفس الميعاد في نفس البرنامج في نفس حجم الوقت اللي احنا فردناه للمشكله، ما عندناش مشاكل، ارقامنا هتظهر على الشاشه، اللي عايز يتصل بينا اهلا وسهلا. وطبعا احنا حاولنا نتواصل مع الجمعيه المذكوره علشان نعرف المشكله وابعادها، ولو ينفع نحلها بعيدا عن اي مشاكل، لاننا لا نسعى سواء لاتهام احد او تصفيه حسابات مع احد، بالعكس احنا بنحاول ان لو في اي حاجه وحشه بتتوجه للبلد ان احنا نشيلها خالص ونخلي بلدنا حلوه ونتكاتف من اجل مصلحه الوطن، لا نريد اكتر من ذلك. فطبعا احنا النهارده بنتكلم عن جمعية، لما تبقى الجمعية اسمها جمعية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يبقى بدايتها ان هي بتطلع لمشروع. فطبعا لما الناس دي تتكلم وتقول لك انا عندي مشروع، واللي يجي يقول له بط وفراخ وموظفة تاخد الفلوس، طبعا كل ده بينفي الاساس اللي بنيت عليه الجمعية. طبعا انا بوجه الكلام ده كله للسيد اولا رئيس جمهوريه مصر العربيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجه الكلام ده للسيد وزير الماليه يفحصه، بوجه الكلام ده طبعا للدكتور طارق عامر
محافظ البنك المركزي بصفته الجهاز الرقابي على أي حاجة مالية. طبعا حضرتك أنقذت مصر لما عومنا الجنيه، وكان ده في صالح الاقتصاد القومي. فطبعا النهاردة لما احنا بنتكلم، احنا بنتكلم لمصلحة البلد، احنا مش عايزين أي حاجة من أي حد، احنا كل اللي بندور عليه مصلحة الدولة لا أكتر ولا أقل. احنا النهاردة كأجهزة رقابية لازم نفحص الكلام اللي اتقال على لسان المواطنين دول. انت النهاردة كجمعية اخد فلوس من الدولة علشان تشغل ناس، انت النهاردة انتفيت اسبابك كلها لتكوينك. انت النهاردة بتاخد قرض من البنوك بضمان ان انت تعيد توزيعه على الناس عشان تنمي مشروعات قايمة. احنا عايزين نعمل تنمية مستدامة. انت لما تاخد من القرض النهاردة بخمسة في المية وتطلعه بنسبة 20 أو 21% وتلم فلوسك يوم السبت وتعيد تشغيلها تاني بدون الرجوع لأصل القرض، يبقى في حاجة غلط. يبقى لازم ندور على الصح. احنا ما بندورش عليه لحسابنا، ولا احنا عايزين حاجة، ولا احنا عندنا اعتراض ان انت تيجي ترد. بالعكس، انا فتح تليفوناتي، فتح برنامجي، فتح كل حاجة عشان بلدي مش عشان حد تاني، ولا افراد ولا اشخاص، ولا يلزمنا افراد ولا اشخاص. انا كل اللي يلزمني بلدي. انت النهاردة بتكسب يبقى تدفع ضرائبك، ما تجيليش اخر السنة وتقول لي الجمعيات لا تهدف الى الربح. لا، انت النهاردة بتكسب سي 20% وبتعيد تدويرهم في نفس السنة بتكسب عليهم 10-15%، يبقى النهاردة بتكسب 35%، يبقى التقرير اخر السنة ان انت كسبان 2 مليون 3 مليون 10 مليون. يا بتزود رأس المال يا اما بتدفع ضرائبك للبلد. نبني جامع، نبني مستشفى، نعمل حاجة للمواطن. احنا كل اللي بندور عليه بلدنا، احنا مش عايزين حاجة من حد. وفي نفس الوقت انا لحد هذه اللحظة بعطي حق الرد كامل للجمعية المذكورة، ترد، تجاوب، تتداخل. احنا حاولنا نتصل بيهم، اتعرضنا لمجموعة من السباب واللعان عن طريق اللي ماسك الجمعية كلها في محافظة دمياط. طبعا اتكلم باسلوب انقى بنفسي ان انا اتحدث عنه امام حضرتكم، ورغم من ذلك انا بقول على الهوا هوت للجميع، اتفضل سيادتك شرفنا ورد على الكلام اللي قاله العملاء بتوعك. انا مش جايبهم من عندي، العملاء دول موجودون عند حضرتك. الموظفة اللي هربت هربت من عند حضرتك. القروض اللي بتتاخد بقى قروض اجراد وليست تنمية مشروعات. حضرتك اخد ترخيصك عشان تنمي مشروعات قايمة، مش عشان تدي قروض وبس. القروض وبس دي جهة تانية خالص. احنا بندور على مصلحة بلدنا يا جماعة. كل اللي بندور عليه عايزين النهاردة نسعى ان احنا نطور بلدنا. بلدنا مش هتتطور واحنا بناخد فلوس نصرفها. المشروعات النهاردة هي اللي هتشغل ناس، هي اللي هتنقذ البلد من الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها، هي اللي هتطورنا. مش علشان ان انا النهاردة مزنوق في 10,000 ولا في 5,000 أم قايل انا عندي مشروع بط وفراخ زي ما الست قالت عشان اهرب من القانون. لا، احنا عايزين المشروعات اللي بتتم تتم لمصلحة مصر، لمصلحة البلد. واي مسؤول بيتهاون هو حر مع رئيس مجلس الإدارة بتاعه، ده ما عنديش مشاكل فيها. لكن في البلد لا، مادام بتكسب ادفع. زي ما سيادة الرئيس قال اللي كسر كوباية هيدفع ثمنها، والله كله هيتحاسب. ده على لسان سيادة الرئيس. فكل واحد يعرف له ايه في الدولة وعليه ايه. احنا مش عايزين حاجة من حد. فبعد اذن سعادتكم السيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي يقوموا بفحص، والجهات الرقابية طبعا تقوم بفحص الموضوع ده، لان طبعا احنا كل اللي بندور عليه تنمية مستدامة لمصر 2030. عايزين سيادة الرئيس يقول مصر ما فيهاش بطالة. مصر بقت زي الصين، كله بيشتغل، وانت لما تشتغل وانا اشتغل وكلنا هنشتغل هنطور بلدنا.
انتوا شايفين التطور الهائل في كميه الطرق، الكباري، البنيه التحتيه اللي سياده الرئيس بيعملها. احنا مصر بتتغير، مصر اللي بيتعمل فيها النهارده ما تعملش من 30 40 سنه، لو كانت اتعمل كنا اتطورنا تطور تاني خالص. فيا جماعه بعد اذن حضراتكم اي حد شايف غلط ما يسكتش، الجهات الرقابيه كلها موجوده، يجيب ورقه ومستنداته ويقولوا اتفضلوا. انا النهارده بتكلم عن جمعيه مسماها تنميه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، زي ما الستات طلعوا وقالوا ما فيش مشاريع، بالعكس. تمام، احنا كل اللي بندور عليه ان احنا ما بنوجهش حاجه لحد، وعندك حق الرد. اتفضل سعادتك، تعال لنا، هتطلع معانا على الهوا، رد قول الست دي مش عندي، دي كذابه، قول ان الموظفه اللي اسمها رضا اللي اخذت الحاجه كلها واختفت، اختفت ديت مش ما كانتش موظفه عندي، كله قدام حضرتك ديت حاجات مصوره وجات لنا، حاولنا نتواصل معاكم. طبعا الردود كانت يعني قمه الادب والاحترام، ده اقل كلمه انا اقدر اقولها. فانا برضو حتى هذه اللحظه صفحه البرنامج موجوده، صفحتي الشخصيه موجوده، تليفوناتي هطلب من الكنترول يظهر رقم موبايلي، وهو عامه 0162 50 42 2 زي ما ظهر قدام حضراتكم، كل ده متاح لك، انا ما عنديش اي مشاكل. طبعا احنا معانا تقرير دوت هنشوفه ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني، نطلع نشوفه ونرجع لكم تاني. موجهة مني للسيد رئيس مجلس اداره الجمعيه اللي لحد وقتنا هذا ما ظهرش وما كانش له اي دور في كل حاجه حصلت. فطبعا بالنسبه للفتره اللي انا كنت موجوده فيها في فرع كفر البطيخ اللي تم فيها سرقه الفرع، أنا واحدة من الناس كان موجه لي اتهام من مدير المكتب نفسه شخصيا إن أنا كان ليا يد في الموضوع ده، والكلام ده طبعا مش حقيقي. زي كده ما سوقوا سمعتي واتكلموا عني وبيقولوا عني وما زالوا بيقولوا عني كلام مش كويس، وجالي تهديد من مدير العمليات شخصيا من دمياط، تهديد تليفونيا ليا موجه ليا. عايزة من حضرتك ملف قضية سرقة فرع كفر البطيخ يتفتح تاني، ونعرف بقى الفرع بقى اتسرق ازاي والفلوس دي راحت فين، لما يبقى مدير المكتب شخصيا اثناء سرقه الفرع المفروض ان موجود ثلاث خزن، الثلاث خزن دول هي خزنه واحده بس اللي كان موجود فيها الفلوس، ازاي التوقيت اللي اتسرق فيه الفلوس برضو ازاي بعد موضوع السرقه اللي تم، والناس اللي اتقبض عليها منهم شخص من محافظة بورسعيد جاي من محافظة بورسعيد عشان يسرق فرع كفر البطيخ بناء على ايه؟ في حاجة كمان، ان المفروض انا كمدير واتسرق في عهدتي حاجة، المفروض ان انا اتعاقب والمفروض ان انا اتحاسب او المفروض يبقى لي وضع غير الوضع. لا، واللي حصل ان مدير المكتب في الفترة دي الموضوع عدى بالنسبة له تماما عادي، وبعدها اشترى عربيه جديده وترقى وبقى نائب مدير عمليات في فرع الزرقاء. بناء على ايه بقى؟ لما احنا بنقعد نقول الكلى والقال وشالوا كل كوادر الجمعيه، الناس اللي بتشتغل والناس الكفاءات والناس الكويسه، طبعا عشان الناس دي عندها ضمير، او بمعنى اصح عشان ما تتكلمش عن الاخطاء اللي موجوده في قلب الفرع. فياريت بطلب من رئيس مجلس الاداره ان يحاول يتدخل في شؤون الجمعيه ويشوف الدنيا بتحصل ايه. المواعيد الفرع كان قبل موضوع السرقه، المفروض ان احنا بنشتغل من 8 يعني افتتاح الفرع من الساعه 9 لحد الساعه 3. كان قبل موضوع السرقه الفرع كان بيتفتح من الساعه 9 للساعه 12 بالليل. ازاي وليه؟ رغم ان ساعي المكان اللي بيفتح الفرع ومسؤول عن الفرع بيته ملاصق للفرع نفسه، والفرع موجود يعني حواليه بيوت كتير جدا، ازاي محدش سمع الحديد وهو بيتفسخ والخزنه وهي بتتفسخ؟ محدش حس بده كله ليه؟ وكنت حابه اقول لرئيس مجلس الاداره شويه معلومات كده برضو كانت بتحصل في الفرع اثناء طبعا وجودي وانا موجوده في الفتره دي. كان مدير المكتب بالباركودات المفروض بتاعه العميل ان دي بتتعدم، يا اما بتتحرق يا اما بتتعدم ما يبقى لهاش اثر خالص،
الباركودات دي كان عن طريق مدير المكتب اللي كان مسؤول عن الفرع وساعي المكتب اللي كان مسؤول عن الفرع. الباركودات دي كانت بتتباع لبتوع الخردة، زائد كان في كابلات بتاعت التكييفات دي برضو كانت بتتباع، زائد الحسابات اللي كانت بتيجي، المصروفات اللي كانت بتيجي للجمعية على للعربيات اللي بتطلع على مركز التحصيل دي كان بيتم سرقتها وتزويرها، والفرق كان بيخش جيب مدير المكتب. والكلام اللي انا بقوله ده انا متاكده منه كويس قوي، يا ريت يتم التحقيق فيه. بالنسبه للكوادر اللي موجوده في حاليا في الجمعيه، طبعا ما فيش كوادر وهم استغنوا عن الكوادر كلها، اي كادر بيكبر وبيوصل لمنصب معين وبيعلى، وده طبعا بيبقى بمجهوده لان هو كشغل بيبقى كفاءه. لكن مدير العمليات بيختار المديرين اللي تقول سمعا وطاعه وما تتدخلش في اللي ملهاش فيه. زي ما في مديرين حاليا موجودين، مديرين مكاتب ومديرين فروع معهم دبلومات، على اي اساس؟ اما تبقى منسقه معاها دبلوم وبكالوريوس وشغاله منسقه متمرمطه في الشارع، واللي معاه دبلوم هو قاعد مدير مكتب، ده في حق منه في شارع مين؟ المنسقه والمنسقات اللي معاهم طبعا شهادات عاليه وبقى لهم 15 سنه و13 سنه و12 سنه ومعاهم شهادات عاليه، ولما يبقى واحد معاه شهادات اقل وفي خلال سنه عشان بس بيستغل عربيته للمدير التنفيذي يوصله يروحه يجيبه يوديه يترقى مدير فرع ومدير مكتب في سنه، خلال سنه طبعا يعني مش عارف اقول ايه. كل اللي هقوله، كل الكلام اللي حصل ده على جنب مش فارق معايا. انا اللي فارق معايا الباركود اللي بيتباع. الباركود اللي بيتباع دوت بيبقى عبارة عن اسم العميل وعدد الاقساط اللي عليه وعنوانه. لما انا ابيعه يبقى انا كده بسلم نفسي للمحظورة على بلاطة. يا جماعة ما ينفعش بيانات اي عميل في مصر كان من كان تروح لاي جهة. انا من هنا بتقدم ببلاغ رسمي لسيادة النائب العام والامن الوطني يشوف حكاية الباركود دي ايه. لان طبعا لما يبقى في بيانات لعميل بتقع في الجهة غير معلومة دي كارثة قومية. كارثة محدش يقدر يسكت عليها اساسا. لان انت النهاردة لما تسلم بيانات واحد غلبان او واحد اخذ قرض لناس ممكن يستغلوا وضعه الاقتصادي ضد بلده، دي كارثة. دي كارثة بكل المقاييس، محدش يقدر يسكت عليها في مصر. ديت كوم وكل الكلام اللي اتقالكم تاني. لان طبعا لما انت تبقى النهاردة اخد بياناتي كعميل وبتدخل تقول يا جماعة انا اسمي كذا وعنواني كذا وعليا كذا، كل ده لبتاع خردة الله اعلم اخدهم يمودهم لمين؟ اسف طبعا انا بوجه كلام للسيد رئيس مجلس ادارة الجمعية المذكورة انه يحقق بنفسه، وطبعا في جهات رقابية، وبطلب من كل الموظفين وكل حد عنده معلومة يتوجه للأمن الوطني. دي ما فيهاش هزار، ده أمن دولة، أمن قومي. مين اللي بيقدر يعمل كده النهاردة؟ إحنا يا جماعة في ناس بتحاربنا جوه وبره. لو سيادة الرئيس وقف للي جوه ووقف للي بره إحنا هنشتت الدولة. لو كل واحد قدر النهاردة في مكانه يقول يا جماعة أنا شايف كذا وهوصله للجهات الرقابية، كتر خيرك، متشكرين. انت كده بتوصل معلومة ممكن تكون غايبة عن جهة. مش كل حاجة هتبقى معروفة. انت النهاردة لو قعدت في مشكلة في بيتك خمس افراد او اربع افراد او ثلاث افراد بتقعد مش شايف قدامك اسبوع شهر، فما بالك بقائد ماسك دولة فيها 100 مليون مواطن وحرب داخلية وخارجية، ناس بتحاربك ليل ونهار. فاحنا لازم كلنا نتحرك في اتجاه حماية بلدنا. احنا من غير ما كل واحد يبقى جواه حماية الدولة
مش هنقدر نحمي بلدنا، مش هنقدر نتقدم. احنا النهارده سياده الرئيس بيقول 2030 تنميه مستدامه، ده اتجاه عام للدوله، مش اتجاه عام علشان حد اخذ قرض او ما خدش او واحد بيشيل كوادر او بيسيب. يعني هو انت النهارده لما تفضي كوادرك كلهم، يعني انا هتوجه للاستاذ رئيس مجلس الاداره، هل يا ترى سيادتك لو كانت دي فلوسك كنت حضرتك فضيت جمعيتك او شركتك من الكوادر اللي عندك؟ طيب احنا معانا مداخله دلوقتي من الاستاذ الحسيني كمال، كان مدير مكتب مدينه النصر سابقا. ازيك يا استاذ حسيني؟ الو، مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. ازي حضرتك، اخبارك ايه يا فندم؟ والله بخير يا فندم، الحمد لله. اتفضل يا فندم. طبعا انت حضرتك من الناس اللي استغنوا عنهم، من الكوادر بتاعه الجمعيه اللي استغنوا عنها. تمام يا فندم. هو انا في البدايه بشكر حضرتك. لا، انت تحت امرك. اهتمامك بالموضوع دوت، وبشكر القناه لان فعلا انتوا بتثيروا نقطه وحاجه كانت مهمه جدا. احنا في خلال العهد الجديد بتاع سياده الرئيس ما ينفعش ان يبقى في حد فردي بيتحكم في مصير الاف الموظفين، والموظف القطاع الخاص زيه زي القطاع العام وبيدفع تامينات وبيدفع ضرائب للدوله. فما ينفعش النهارده ان احنا نحارب الكوادر ويجي شخص. طب انا بحارب الكوادر ليه يا استاذ كمان؟ عشان هي بالمزاج وبالهوى مش بالكفاءه. يعني هو المزاج والهوى، انا مش على مزاجه ومش على هواه خلاص. فبالتالي انا بجيب، يعني هو كان القصد من كده ان انت مثلا لو عليت هتبص على الكرسي بتاعه فهو عايز يقفلها لحسابه؟ وده اللي حصل مع حد كان مدير ليا، الاستاذ ياسر شعبان. بالفعل لما بيبقى في خطوره برضه نفس الطريقه دي. حاجه. الحاجه الثانيه يا حبيبي، انا عمري ما شفت. طب هو لما بيجي يمشي واحد من الكوادر بيعمل معاه؟ يا ريس هم بيضغطوا علينا. يعني احنا انا راجل النهارده في تعيين 2014. تمام. 2013. تمام. فانا النهارده اما اسيب مكان او ان انا استقيل منه، انا المفروض ليا مكافاه وليا فلوس وليا حوافز وكده. فبيضغطوا علينا ان هو بيجي هو في عقدك ان هو ممكن ينزلك في درجه وظيفيه اقل. طبعا انت ما وصلت لدرجه ان انت مدير مكتب ما ينفعش. تمام. فبيضغطوا عليك بحاجه زي كده. بالاضافه ان الكرامه بقى ما تسمحش ان انت تشتغل وتتعامل. ما احنا سيبنا الشغل وروحنا في اماكن احسن منهم وفي اماكن اكبر. فبالتالي انا ما عادش يلزمني ان احنا نتعامل مع حاجه زي كده. لكن انا بتكلم حفاظا على زمايلي واخواتي اللي لسه في المجال في المكان ده. ما ينفعش ان هم النهارده يتعاملوا او يحصل لهم نفس المصير. طب انا قدرت الحمد لله، لان انا عارف واثق من نفسي، فقدرت ان انا احصل على فرصه عمل. اما الالاف حضرتك، في ناس كتيرة بيبقى هو ده مصدر دخلهم الوحيد، وبالفعل ممكن يكونوا استغنوا عن اي مصدر دخل لهم نتيجة ان هم خلاص حاسوا ان في استقرار. لكن بين عشية وضحاها كده الناس دي بتيجي تستغنى عن الناس دي. انا انت لك ان تتخيل ان ممكن حد يجي يتعين امن يبقى مدير فرع ومدير مكتب. يا سلام، ده ينفع؟ حصل في كتير من المرات. لكن انت تخيل ان هي في مراكز تحصيل بتتفتح كده بالمزاج والهوى. يعني انت حضرتك كنت ماسك منيه النصر، هل هي مرخصه؟ لا يا فندم، انا هي تقنن اوضاعها، لكن احنا لما اشتغلنا كده. يعني انت كنت فاتح من غير تقنين اوضاع؟ انا مثلا منيه النصر كنت شغال في الكرنس، في بني عبيد، شغال في تمايل الامجيد، شغال في فروع كتير في اماكن كتيره. طب مراكز التحصيل بصفه عامه مرخصه؟ لا، كان جالنا فعلا هيئه الرقابه الماليه والاتحاد المصري للتمويل، لما ضغطوا علينا بداوا يقننوا اوضاع. لكن انا مشيت وكانت الوضع لسه ما اتقننش. تمام. طب هو لما يحب يمشيك الوقت يا ريس مثلا من مدير مكتب يخليك ايه او ينقلك فين؟ ينزلك لدرجه وظيفيه اقل، عشان انت راجل مكانتك اللي انت وصلت ليها فمش هينفع تكمل، فبيضغط عليك بكده. في ناس بالفعل بتصر وبتفضل عشان هي ناس الدخل بتاعها وناس عندها اولاد وناس عندها التزامات زي ما حضرتك عارف، فبيضطروا يجوا على كرامتهم ويجوا على المكان اللي كانوا فيها. يعني قصد حضرتك ان انت مثلا بتستلم موظف لسه جاي بقاله مثلا سنه او اتنين او ثلاثه بيشتغل تحت ايد اللي بيشتغل تحت ايدك بالبلدي كده. تمام. يجي بعد سنتين ثلاثه يخليه هو المدير وينزلك انت تحت.
عشان انت ما تبصش على الكرسي بتاع ما عليه. يا فندم انا اكلمك اقدر ابعت لحضرتك المستندات اللي بتعيد كلامي. تمام. وبعدين انا قلت لحضرتك فكر طبعا فكر الاحادي بتاع الشخص الواحد ده ما بيبنيش حاجه يا فندم. انت لو جيت تبص للمكان اللي انت بتتكلم عليه تحديدا هو ايه الوقت في وسط الجمعيات؟ قليل جدا وضعيف جدا وانتشار قليل جدا. يعني حضرتك بتقول لي ان الكوادر كلها مشت؟ اه يا فندم الفتره الاخيره ديت فعلا فتره الكوادر على الرغم من ان احنا كنا محققين نجاحات. ما هو النجاحات هو بياخد بكارد ب 5% من البنوك وبيطلعه ب 20% وبيعيد تدويره مره ثانيه بنسبه مثلا 20% تانيين ويجي اخر السنه يقول انا ما بكسبش. ما انا عايز اقول لمعاليك حاجه. اتفضل. الفكره كلها ان فعلا الفكره عقيم يعني ممكن هم مش قادرين يديروا هي كبيره عليهم. تمام. يعني التضارب في القرارات. انا بنزل رسوم لا انا بشيل الرسوم لا انا بنزل الفايده لا بزود الفايده لا انا بقفل الصرف لا بفتح الصرف لا ده تضارب يبقى ناتج عن ان انا مفيش دراسه. تمام. فكره واحد. تمام يا استاذ حسين اتفضل معاك. تمام يا ريس. تمام. ولك ان تتخيل ان انا مثلا حضرتك كنت متابع ليك في كتير من الحلقات جيت عملت حاجه ان انا ممكن اشوف الناس اللي مشت وسابت الشغل اتلقيت جيت اعمل احصائيات لقيت ناس كتيره بحيث ان هم هنروح مكتب العمل ونشتكي احنا حوافز انا النهارده يعني يمكن الاستاذه مروه كانوا طلعوا اشاعه ان هي اخذت مستحقاتها بالكامل ومشت وطبعا يمكن انا نزلت على صفحتي الرسميه ان هي الموضوع اتحول عن طريق الغرفه التجاريه وعن اتحاد عمال مصر بمحافظه دمياط وموافقه مكتب العمل لحالتها للقضاء لانها تستحق شهرين عن كل سنه قضتهم في الجمعيه. تمام الله ده ما بيحصلش خالص ودوت اللي ان شاء الله بصدد اعداد تقرير ليه واعتاد ان احنا ننسق مع بعضنا الناس اللي متت كلها ده انتوا تنوروا هنشتكي في حته زي دي. هديك تركيبه بسيطه يا يحيى بيه. اتفضل. انت النهارده في حاجه اسمها لجنه المراجعه. تمام. لجنه المراجعه تقريرها بترفع لمجلس اداره. تمام. في المكان ده بالذات لا لازم نروح للنائب المدير التنفيذي او مدير عمليات ويعدله ويظبطه ويروح فمجلس الاداره بعيد كل البعد. يعني انت عايز تفهمني ان مجلس الاداره ملوش دعوه؟ لا بعيد طبعا. تمام. طبعا. من خلال الاماكن ومن خلال الحاجات اللي شفناها في جمعيات وشركات ثانيه لا طبعا يعني يمكن طبعاً. لو حضرتك متابعنا الاستاذه مروه بتقول ان في فرع اللي هي كانت شغاله فيه اتعرض لسرقه وان هي الخزنه أيوة. الوحيده اللي كان فيها الفلوس هي اللي اتفتحت طبعا أيوة. لما يبقى واحد جاي من محافظه غير المحافظه يعني ما وده حصل بالفعل والخزنه اتسرقت وكانت في مكافاه للفرع دوت تحديدا. مكافاه ايه؟ الناس المديرين اللي كانوا فيه اتكفوا بايه بقى؟ اترقوا. امال ايه؟ ده اخدين الرضا السامي البريطاني بقى. يا ريس ما انا قايل لحضرتك الجمعيه او المكان ده الوحيد اللي ممكن تبقى فرد امن تصبح بقدره قادر مدير. يعني تنام تصحى تلاقي نفسك مدير. تبقى مدير وعندي كوادر كتير. طب انا بطلب حضرتك ان انت في اي وقت تشرفنا استاذ حسيني وطبعا وقت البرنامج قرب على الانتهاء انا بشكرك شكر جزيل جدا وطبعا عن لساني انا بدعوك في اي لحظه تشرفنا داخل المدينه وطبعا انا بعد الكلام اللي اتقال ده كله لسه بدل الجمعيه حق الرد في نفس الميعاد في نفس التوقيت بنفس الظروف وبنفس كل حاجة يقدروا يتكلمهم زي ما هم عايزين. طبعا أنا النهاردة مش هيسعني غير أن أنا بشكر القناة أن هي سمحت لنا بالوقت دوت أن احنا نبدأ الساعة 9 وتأجلت نص ساعة بس الحمد لله طلعنا في ميعادنا. طبعا أنا بتوجه لزميلتي الأستاذة نعمة خليل بالدعاء ان ربنا يشفيها بعد العمليه الجراحيه وترجع ان شاء الله الحلقه الجايه واللي بعدها تنور الاستوديو. محمد هشام ربنا طبعا يأمرنا بالسلامه. طبعا اكتر واحد اخ عزيز بجد علينا كلنا محمد حسين ابو عمر ربنا يشفيه ويكمل له الشفاء على خير. وطبعا انتوا يعني ما اعرفش هو كان ظروفنا كده ان كل
كل المجموعه بتاعتنا الحمد لله عيانه، فطبعا انا بتمنى لهم الشفاء العاجل. في نهايه البرنامج انا طبعا بتوجه بالشكر لكم جميعا، وباذن الله من غير مقاطعه احنا مكملين. بلدنا حلوه قوي، لو انتهى منها الفساد، لو انتهى منها المحسوبيه، برنامج حلوه يا بلدي ما بيخافش، ما بيتهددش، ما بيجيش على حد، مش مستني ان حد يتكلم عليه. احنا بنسمح بحق الرد لنك او لغيرك او لاي حد. احنا فاتحين برنامجنا، اللي شايف فساد يجيبه هنعرضه. لازم نقف جنب بلدنا، لازم نساعد بلدنا، لازم في الاول والاخر تبقى بلدنا. تحيا مصر، يحيا السيسي، يحيا من يرى ان الشعب هو ابنه، هو اخوه، هو كل حاجة. النهاردة لما سيادة الرئيس يضاعف الحد الادنى للضعف من 1200 ل 2400، يبقى احنا بنقول ان بلدنا في ظل جائحة كورونا على مستوى العالم واقفة على رجليها، في اقتصاد قوي، في رقابة قوية، في ناس بتدعم الدولة، في ناس 24 ساعة شغالة عشانكم. انا بشكركم، والى اللقاء في الحلقة القادمة. كان معكم يحيى العزب، وبشكر شركة إيزد عزب ميديا للإنتاج الإعلامي. والى اللقاء في الحلقة القادمة. كان معكم يحيى العزب ونعمة خليل ومحمد هشام ومحمد حسين أبو عمر، وبإذن الله ما مكملين معكم الأربعة القادم. إلى اللقاء.